الزكاة من فرائض الدين وركن من أركان الإسلام، والله تبارك وتعالى بين مصارفها في كتابه، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. من هذه المصارف الثمانية وفي سبيل الله، وسبيل الله باتفاق وإجماع أهل العلم هو الجهاد، هذا أحد المصارف الثمانية في سبيل الله، وتفسيره بإجماع أهل العلم سبيل في سبيل الله ما هو؟ هو الجهاد. الجهاد تدفع الزكاة في إعداد العدة والعتاد والسلاح والبواخر والطائرات وكل ما يلزم المعركة، كل ما يلزم المعركة، كل ما يلزم المجاهدين، فإن الزكاة من حقهم. الزكاة تدفع للمجاهد وإن كان غنيا، انظروا، لا علاقة لها بالفقر. يعني أهل غزة استحقوا الزكاة بصفات كثيرة في هذا الوقت، ليس فقط بالجهاد، استحقوها بالمجاعة والفقر الشديد المذقع الذي تنقل الزكاة إليه حتى لو لم يكن هناك جهاد. إذا وجد أناس في أقصى الدنيا من المسلمين فقرهم شديد ويتعرضون للمجاعة والموت، فإن من كان في ليبيا ولا في أي بقعة أخرى من بلاد الأرض عند زكاة يجوز له، بل يجب عليه أن ينقلها إليهم لينقذ أرواحهم، مش فقط لأنهم مجاهدون أهل غزة، لأنهم جوعى، لأنهم محاصرون، لأن العدو يمنعهم الطعام والماء والدواء، وهم يستحقون الزكاة بهذا الوصف. فمن يمتنع عن دفع الزكاة إليهم ظالم ومفرط في دماء المسلمين وفي أعراض المسلمين. وكذلك هي الزكاة حقهم باعتبارهم مجاهدين، الزكاة تدفع للمجاهدين وللمرابطين، وهم مرابطون في الأقصى، مرابطون على سنين طويلة على ثغر من ثغور المسلمين. فالزكاة تدفع للمرابط وللمجاهد وإن كان غنيا، وتدفع لمن يتجسس لصالح المسلمين، انظروا، قالوا وإن كان كافرا. إلى أي درجة القرآن وعلماء المسلمين يحرصون على نصرة المجاهدين ودعمهم. إذا أنت ما لقيتش من يتجسس على الكفار إلا كافر، وهو استطاع أن يقدم لك معلومات مهمة وتعين على نصرتك على الكفرة وعلى المعتدين وعلى المجرمين، فيجوز أن تدفع له الزكاة من مال المسلمين. والزكاة تدفع أيضا لفك أسار المسلمين، وهم أساراهم بالآلاف، وهم يستحقون الزكاة بأوصاف عديدة كثيرة.